بين هي. تمام. أول إشي صباح الخير. اليوم بدنا نحكي عن الآيلتس. أنا هيام برغوثي وزميلي حسام شكور. بس دقيقة أعلق إنه Okay, أول إشي الـ eyelid it is a thin layer of skin covering and protecting the eye. في عنا أول إشي الـ anterior layer of skin وعنا الـ palpebral part of the orbicularis muscle والـ tarsal plate اللي هو modified collagenous plate و epithelial lining اللي هو tarsal conjunctiva الـ palpebral conjunctiva والـ lash اللي هو على الـ lid margin. هلأ على هاي الصورة عنا هون الـ tarsal plate بيكون attached للمسل اسمها مولرز مسل. هاي إلها sympathetic innervation وفي عنا levator palpably innervated by the oculomotor nerve وعنا هدول الفايبرز of the orbicularis of the orbicularis oris وعنا هاد subcutaneous fat والسكن. دقيقة orbicularis oris شو دخل العين بالثم؟ سوري orbicularis oculi أوكيلي ساي أوربيكلارس أوكيلي مزبوط. سوري. وعنا السكن وهون مكان ما الأيلاشز أتاتش تو ذا أيليدز عنا هذا الليد مارجن وبوستيريور للتارسل بليت عنا الكونجنكتيفا البالبيبرال كونجنكتيفا. يا هيام أغلبك بس شوي، أنت هون في الصورة هاي ظالمة الليفيتر بالبيبري سوبريوريس مصر. يعني مش عمليت لها أتاتشمنت للتارسل بليت يليق بمقامها. ليش؟ وقولي مش أنا اللي حطيت السلايد. That's right. بس فكرة فيها yes. Elevator palpebral superioris muscle is the major muscle that is responsible for the upper lid elevation. فلذلك لازم تكون attached على tarsal plate. فهي صحيح تعمل attachments تقريبا على ال connection ما بين the lower two thirds وال upper one third. بس هي متصلة مباشرة بالtarsal plate. وزي ما أنت راسمي برضو فين small smooth muscle اسمها مولرز muscle. هاي المولرز muscle زي ما حكيت بغذيها sympathetic supply. اوكي لكن elevator palpebral superioris هي most important muscle responsible about the lid elevation فلازم ترسم بطريقة attached to the tarsal plate. الاشي الثاني بهاي الصورة زي ما حكيت tarsal plate هو عبارة عن cartilaginous plate بيكون جواته اسم اسمه tarsal glands هم عبارة عن ectodermal modified sebaceous glands مسؤولين عن lipid production of the tear film واللي هو later on راح نظهره إن شاء الله. لكن هذا tarsal plate بنقسم من خلاله lid into two lamellae anterior lamella اللي هي جاي anterior tarsal plate اللي بتتكون من the skin والsubcutaneous tissue والorbicularis oculi muscle والposterior lamella اللي هي عبارة عن tarsal plate و covering subconjunctival fibers مع التارسل كونجنكتيفا زي ما احنا ممثلينها بالصورة. كمان شو في اشي مبين بالصورة هاي انه الاوربيكولارس اوكيلي مصل is also composed of two components. في انه جزء منها جاي قدام التارسل فبنسميه pre-tarsal component of the orbicularis oculi muscle وفي جزء جاي قدام الاوربت يعني قدام الفات قدام الاشي الاصفر هذا اللي فوق فبنسميها orbital orbicularis or the component of the orbicularis oculi muscle and this is also very important. شوفوا قديش الستركتشرز هون they are well aligned بالنسبة للأبر واللور eyelids. المفروض لما احنا when we close our palpebral fissure المفروض يجي عندنا اشي بسموه الجري لاين يجي تماما على الجري لاين مشان يتكون عندنا اشي بنسميه conjunctival sac يكون filled with the tear film to keep our eyes always wet. الكورنية تبعتنا ظلعنا احنا wet. فالالاينمنت of these structures the upper مع lower the anterior lamella مع the posterior lamella is very important for the functions of the eyelids اللي راح نحكي عنهم later on. شو اتجاه الايلاشز اللي مرسومين بالصورة هنا يا هيام؟ عنا ال upper eyelashes outward و upward وال lower outward و downward يعني محصلة they are away from the cornea. Okay they are away from the cornea. Okay وحتى نسمح للموتيليتي تبعت العين في ان الكونجكتيفا في ان احنا فيري سليت فورنس بالكونجكتيفال سبيس اللي موجود عندنا هنا وهذا بيكون فيلد يوجوالي وذ ذا تير فيلم از وي ار جوينج تو سي ليتر اون.
اوكي في عندنا برضه اوربيتال فات زي ما احنا شايفينه، وفي عندنا هيك اسمه سمول اكستنشن من الاوربيتال بون، هاي فوق هاي اللي هيك نازل السبتم الصغير بنسميه اوربيتال سبتم which holds the orbital fat usually backward. اوكي فاذا صار في عندنا اي ديهيسنس اي اي ايج ريليتد بروبلمز this fat will gain access وبصير عندنا زي ما راح نشوف later on زي بليفاروكاليزيس فور اكزامبل او ترماتوكاليزيس زي ما راح تشرح لنا later on. هي احنا لازم نقضي شويه وقت على هذا السلايد لانه اكسبلينز ا لوت اوف باثولوجيز راح نروح نحكي عنها ليتر اون. لما نحكي مثلا انتيرو بليفرايتس نسميها انتيرو مع تجاهيل الانتيرو لاملا، بوستيرو بليفرايتس مع تجاهيل التارسل بليت ريليتد تارسل جلاندز وبون جلاندز نسميها بوستيرو بليفرايتس. اوكي جو اهيد يا هي. هلا الفانكشنز اوف ذا ايليدز اهم او من اهم الفانكشنز ان الفيزيكال بروتكشن تو ذا جلوب، وعندنا tear surfacing اللي هي distribution للtear film على ال to protect the eye و tear drainage. هلا عندنا elevator palpebrae superior. سألتك سؤال، شو أهم وظيفة من ال من كلهم؟ لا كلهم كويسين بس يعني بدنا نقي واحد. إنه tear film. طيب ليش ربنا خلق لنا عيون؟ عشان نشوف. صحيح. إذا فحتى تشوفي منيح لازمك good tear film over your cornea. لأنه قبل شوية حكينا بالtear بال majority of refraction happens at the ear tear at the ear tear interface. فلذلك tear surfacing and resurfacing is the most important function of your lids. لذلك السمك ما عنده lids صح؟ لأنه طول عمره بالمي ما عندهش هواء مي حتى يشوف من خلاله صح؟ فtear surfacing and resurfacing is the most important to function of the eyelids to keep a stable corneal film over a tear film sorry over the anterior corneal surface مشان يظل عندنا stable refractive status of the cornea and the tear film مشان يظل الفيجن عندنا stable مثلا in the bearing of vision. okay اكمل كملي بليز. تمام. هلا الليفيتر بالبيبري سوبيريورس حكينا انها انرفيتد باي ذا اوكيلوموتور نيرف. It retracts the eyelid and exposes the cornea to the outside, which gives us vision. This can be voluntary or involuntary. The lashes have an important role in increasing protection to the eye from foreign bodies and helps keeping the eyes moist at night and spreading the fluids equally. اللي حكينا عنها tear surfacing. The shape of the eyelid differs between races. اللي بنحكي إنه single eyelid أو double eyelid. أول إشي بدنا نبلش نحكي عن البتوسيس. It is an abnormally low positioning of the upper eyelid. هلا الباثوجينيسيس نقسمهم لا mechanical causes أو neurological أو myogenic. mechanical بنحكي عن aponeurotic dysfunction إنه elevator palpebrae aponeurosis بيكون في dysfunction بالinsertion. وبعدين عندنا conjunctival scarring لما يكون في scars على الconjunctiva it pulls to the skin فممكن يعمل ptosis للeyelid. وعندنا large lid masses and lid edema by making the lids heavy ف they become abnormally low. هلا ال neurological causes عندنا ال oculomotor nerve palsy حكينا ليش عشان المسل levator palpebrae. عندنا ال Horner syndrome. ال Horner syndrome بتأثر على ال Muller's muscle اللي حكينا إلها sympathetic innervation بس ال Muller's muscle it is responsible for 1 to 1.5 millimeters لل eyelid elevation فالtosis بال Horner syndrome بيكون mild. هلا في عنا syndrome اسمها Marcus Gunn Joe Winking syndrome بيكون عنا ال oculomotor nerve instead of the oculomotor عندنا المانديبولر برانش of the trigeminal هو اللي بيغذي الليفيتر palpebrae فبصير في عندنا with jaw movement بصير lid movement كمان. هلا الميوجينيك causes عندنا المسكولر dystrophies الكرونيك external ophthalmoplegia وميستينيا gravis. هلا ال signs of symptoms and symptoms. نبلش بالسيمتومز أول. بيكون upper lid drooping which impairs the vision عشان due to visual access block. أو وحكينا أنه في مثلا في primary cause زي مثلا myasthenia gravis أو muscular dystrophy
فأي associated symptoms of the primary cause زي diplopia و reduced eye movements و anisocoria اللي هي ال different pupil size in of both eyes. يعني عين بيكون البيوبل فيها أصغر من الثانية. هلأ الساينز وراح أشرحهم في راح أشرحها بوضوح أكثر لقدام. عندنا palpebral fissure بيكون decreased والupper limbus covers is covered by more than 1 to 2 millimeters. وعندنا decreased levator function. هاي من إيس هلا we hold the eyebrow and we ask the patient to move the eyelids up and down ومنشوف كيف مقارنة بالعين الثانية. ممكن يكون في عندنا fatigability من المايستينيا جريفيس وقلنا أي associated signs of the primary cause. هلأ المانجمنت أي إذا في underlying cause لازم نتأكد منه we should exclude it عشان التريتمنت ممكن يحل مشكلة التوسيس كلها. ممكن كمان إذا ما في عندنا underlying cause نعمل surgical correction يا أما we shorten the levator palpebrae superioris muscle أو we attach the upper eyelid to the frontalis muscle. أوكي هون التست اللي أنا حكيت عنه في عنا هلأ مش بس هاد في عنا أكثر من واحد إنه ممكن أنا أجي أشوف patient يكون في عين فاتحة وعين لا نازلة إنه في توسز فأنا كيف بدي أتأكد إنه هاد توسز أو بروبتوسز. فهلأ في عنا هذا التست اسمه المارجن ريفلكس ديستانس. عندنا هون الـ light reflex بيكون in the middle of the pupil وبيكون الـ distance منه للـ upper lid تقريباً 5 millimeter normally. ف إذا من 5 millimeters معناته في عنا ptosis. فمثلاً هون في عنا مغطي 2 millimeter هاي mild ptosis وفي عنا 3 millimeters droop moderate و 4 or more signs تانية. ممكن إنه مش حكينا هون إنه 5 millimeter هو بيكون بالميدل of the pupil كامل الكورنيا كاملة 10 millimeters تقريبا لازم 10 millimeters يكونوا إيش عندنا كمان عندنا الليد كريز ممكن يكون إنه منلاقي إنه لما يكون في توسز بيكون الكريز مش واضح زي هون مش كتير واضحة بهاي الصورة. وعندنا الآي براو إنه بيكون هاير على الأفكتد سايد يعني هاي اسمها فرونتاليس أوفر أكشن هاي بتكون على الأفكتد آي. هلأ خلصنا عن التوسز بدنا نحكي عن التوسز signs and symptoms وكل شيء هاي حكينا عنهم هون. مش عارفة دكتور إذا في إشي ناقص. طب ما عندك صورة على التوز غير هدول بس يعني لا للأسف أبدا لا يوجد. نعم دكتور مش سامع أي صورة غير هدول لا أطلع هلأ على أنه أفتح على جوجل مش سامع دكتور الصوت مش واضح خابر عندي أنا صور بحكي مع حالي ما في داعي تسمعيني طيب على مهم التوزز أكيد كل إشي مهم يعني إحنا نحكي عنه بس إحنا راح نحكي شوية clinical aspects على التوزز لأنه كتير يعني you will face it والimportance of ptosis assessment مهم جدا لأنه مش بس زي ما حكيت sometimes إحنا بنحكي على underlying cause okay يعني إحنا بقى بندور على underlying cause للptosis يعني مريض عمره ما كان عنده ptosis and suddenly he or she presented with a ptotic upper or lower eyelid so this is a very important إنه أنا أفكر ليش من وين إجا وين راح. This is why do you need to think about the ptosis as a sign of an underlying cause rather than a disease by itself. Right.
تعطيني شوية شيرينج، أعمل أنا شيرينج الصورة اللي لقيتها هاي. تقدر تعمل ستوب شيرينج ولا صعب؟ أتوقع إنه هيك تمام صح دكتور؟ خليني أشوف. طيب ظهرت عندكم هاي الصورة ولا لا؟ دكتور واضح بينت عندكم الصورة؟ طيب فول سكرين. اوكي هلا اجت عندكم فول سكرين ولا لا؟ فلازم حكينا يعني when you see a patient with ptosis the first question that pops up in your mind is am I talking about a right ptotic eye for example in this picture or a left proptotic eye يعني اليمين هي ptosis ولا الشمال هي proptosis صح ولا لا؟ That's very important to keep this in mind. فاذا انا لما اطلع على ptosis بدي اطلع على signs. اوكي اول sign انت حطيتيها بالسلايد عندنا شو كانت؟ على سلايداتك كانت البالبيبرال فيشر هايت which is right. Okay, the most important sign is having a decrease in the palpebral fissure height. قديش نورمال البالبيبرال فيشر هايت؟ قد الكورنيا او اصغر من الكورنيا بواحد مليمتر، لانه زي ما بنعرف الابر لمبس is cover sorry the upper eyelid is covering almost 1 مليمتر من الابر لمبس. واحنا بنعرف انه الكورنيال ديميتر تقريبا بالادلتس فيرتيكال ديميتر حوالي 11.5 مليمتر. فلذلك أنا بظل عندي exposed من الكورنيا حوالي 10 مليمتر، فإذا البالبيبرال فيشر هايت المفروض يكون 10 مليمتر، وإذا ما عندي مسطرة فقط الكورنيال ديميتر نفسه إذا كان نورمالي نورمال كورنيال ديميتر يعني المريض ما عندوش مايكروفثالميا أو مايكروكورنيا it is enough for my assessment. فإذا نطلع بنشوف إنه الكورنيا عامل تماما قد البالبيبرال فيشر هايت، بينما مثلا بالعين اليمين هنا هذا المريض شوف عنده تقريبا الابر ايليد از كفرينج نص الكورنيا او يعني اقل شويه من الهاف اوف ذا كورنيا زي ما احنا شايفين. فاذا معناته انه البالبيبرال فيشر هايت ان ذا رايت اي از سمولر ذان ذا ليفت اي، معناته على الاغلب اي ام توكينج اباوت ا رايت توزيس راذر ذان ليفت بروستوزيس. الشيء الثاني فينا اذا بتطلعوا فيه في نص البيوبل في ضوء صغير جاي. اوكي هذا الريفلكس جاي من الفلاش تاع الكاميرا من تورش من اي شيء، بس هو جاي من السنتر اوف ذا كورنيا. فالمفروض تكون المسافه بين هذا الريفلكس والابر ليد مارجن السنترال قديش بدها تكون؟ تقريبا قد نص الكورنيا. فهي بدها تكون عندنا احنا شيء بنسميه مارجن ريفلكس ديستنس. اذا ديستنس ما بين الأبر eyelid margin and the center of the cornea واللي هو لازم يكون نص العشرة صح؟ يعني نص الكورنيا قديش لازم يكون؟ 5 مليمتر. 5 مليمتر that's right 5 مليمتر. بينما إذا بنطلع بصورتنا اللي على اليمين عند هذا المريض شو بنلاحظ؟ إنه تقريبا الأبر ليد مارجن والسنتر كورنفلكس they are touching each other، فمعناته هنا يدوب في 1 مليمتر. فمعناته this is also another sign indicating that the right eye is the ptotic rather than the left eye is the proptotic. إذا أول sign حكينا عنها palpebral fissure height قديش العين فاتحة opening in comparison to the other eye. الإشي الثاني margin reflex distance زي ما احنا شايفينه بهاي الصورة. الإشي الثالث فينا إشي بسموه lid decrease. حدا عنده فكرة lid decrease هو عبارة عن إيش؟ اللي ديكريس هو عبارة عن إيش؟ من وين جاي اللي ديكريس؟ دكتور اللي هي الـ anterior palpebrae superioris fibers تبعتها اللي هي elevator palpebrae superioris muscles attachments تبعتها. وين ما بتتصل هي بالأبر تارسس بهاي المنطقة بتتصل برضو بالسكن، فلذلك بصير عندنا اللي هو اللي ديكريس. فإذا اللي ديكريس نورمالي زي ما احنا شايفينه بالعين اللي على الشمال يكون يدوب 0 to 1 مليمتر 0 to 1 مليمتر. بنطلع على العين نشوف قديش المسافة ما بين الليد مارجن والأبر ليد ديكريس it's really large. So what we are losing in the margin reflex distance 3 مليمتر اللي راحوا هون we are gaining them in the upper lid decrease. فهنا فيهم 3 إلى 4 مليمتر بهاي الجهة اللي هي الـ right eye. فمعناته this is also another
their sign, telling me that this is a right photic eye. كمان شوف في الصورة هاي مش كثير apparent, بس إذا بنركز شوية عادة على الايبراو اللي فوق بنلاقي شوية higher than the left eye, نحن بنسميه frontalis overaction. فto overcome ptosis, sometimes the patient might use his or her frontalis, فبنلاقي الفرونتاليس relatively higher than the other. Okay, زي ما احنا شايفين الصورة هاي بينت لكم الصورة. دكتور واضحة. فبنلاحظ هنا مثلا this is the eyebrow here. لاحظ الايبراو هنا جاي زي C-shaped وأعلى من left eye. فمعناته we are talking about a right ptosis rather than a left proptosis. كمان شو ممكن, هلو هذول الأربعة مع بعضهم بنسميهن static signs of ptosis. Static signs of ptosis يعني شو ورجيناكو؟ ورجيناكو صورة, لا ورجيناكو فيديو ولا فحص المريض ولا شيء, فقط من الصورة قدرنا نكون فكرة إنه على الأغلب إحنا عم نحكي عن ptosis بالعين اليمين rather than proptosis بالعين اليسرى. طيب هذول إحنا نسميناهن static signs. شو في عندكو dynamic signs؟ يعني شو في أشياء لما أطلب منك تسوي ولا يا دكتور لازم المريض يكون عندي أو على الأقل أشوف فيديو إله. مثلا شو ممكن نعمل؟ دكتور إنه هاي الساين اللي حكيت إنه we press on the eyebrow ونحكي له يحرك الليدز, إنه نشوف قديش الماكسيموم إنه منقارنها بالليد بالنورمال ليد ومنشوف. نعم مزبوط احكي. وبنشوف قديش المسافة اللي هو بيقدر يحركها من فوق لتحت. شو بنسميها هاي؟ نسيت, بس هاي انه بتكون لما يكون الليفيتر فانكشن بدنا نشوف انه اذا ديكريزد او لا. هي اسمها الليفيتر فانكشن. اوكي. بنسميها الليفيتر فانكشن او ابر ليد اكسكلوجن, قديش بيقدر يتحرك الابر اي ليد من نقطة صفر لنقطة ماكسيمم يوصل فيها. كيف بنعملها هاي؟ خلينا نبلش نسأل الشباب. لانا بسام, طيب لانا مش معنا؟ لا موجود دكتور بس كان معلق. طيب ماشي. هاي لانا كيف؟ دكتور صراحة ما بعرف. طيب ماشي. سارة سير الخريسة. دكتور معك. كيف ممكن نعملها؟ بصراحة ما بعرف. طيب خلينا بالصورة هاي اللي احنا شايفينها هلا, شو اللي رفع الايلد؟ يعني الصورة هاي مبينة عندكم A و B. الصورة اللي في A انا قادر اشوف الرفلكس ديستانس اللي جاي من الكورنيا, صح؟ يعني بالشمال في 3-4 مليمتر, بس باليمين تقريباً 0-1, بس still I can see it. لاحظة لما استخدمنا our thumb and we compressed the eyebrow بالعين اللي باليمين, حتى reflex بطلنا نشوفه, فمعناته في كان جزء من the correction of the ptosis بالعين اليمين هو عن طريق الايش الفرونتاليس مصر. فلذلك احنا لما بدنا نعمل elevator function test شو بنسوي؟ بنطلب نضغط زي هيك على الابر eyelid, بنطلب من المريض أن يطلع أقصى ما يمكن لتحت, وبعدين بنحط مسطرة, وهاي المسطرة بنخلي 0 point هو lid margin, and then we while we are pressing the upper the eyebrow of the eye we ask the patient to look as much as he or she can upward, and we measure the distance. بنسميها إحنا upper lid exclusion أو super elevator palpebral superioris function, يعني قديش elevator palpebral superioris تقدر تحرك ال upper eyelid من 0 point لحد ما يوصل ماكسيمالي اب, واللي هي يعني اي ريدنج فوق ال 15 مليمتر وي كونسيدر ات از نورمال اور اكسبتابل, واللي هي مهمه جدا حتى تفرنشيت ما بين وات تايب اوف سيرجري اي ام جوينج تو بلان فور دوينج فور ذيس بيشنت. لذلك اذا انا بس عملت اكسكوجن بدون ما اضغط على الاي براو اي مايت جيت ا فولس ريدنج بيكوز ذا فرونتاليس ويل فانكشن هير. اوكي, فهي سميناها احنا ابر ليد اكسكوجن, ابر ليد اكسكوجن او ليفيتر فانكشن جدا. كمان شو في دايناميك ساينز ممكن نعملها لمرضانا؟
الليفيتر بالبيبرس ولا شو النيرف اللي بيغذيها؟ شو النيرف اللي بيغذي الليفيتر بالبيبرس سوبريورس مثلا؟ أنا الأوكيولوموتر الأوكيولوموتر نيرف هو نيوكليس واحدة ولا عدة نيوكلياي؟ مالتي نيوكلياي دكتور. مالتي نيوكليير صحيح مظبوط، هو مالتي نيوكليير. فزي ما بنعرف إنه في أسوسيشن معناته ما بين الأذر كرينيال نيرف ذات آر سبلاينج ذا آي بالمحصلة and this nerve that is responsible for the elevation of the levator pulpitis muscle. أقرب واحد منه هو الأوكيولوموتر نيرف. فلذلك إحنا المريض ممكن ما يكون عنده توزيس، المريض ممكن يكون عنده dysfunctional superior rectus muscle. أوكي؟ فالمريض ما بيبين عنده الفرق بيناتهم إلا إذا عملنا بمحصلة extra ocular motility. فإذا أنا إذا بدي أعمل assessment للتوزيس لازم أتأكد منه الـ other extra ocular muscles are really functioning well. فإذا بدي أفحص طول extra ocular muscles أتأكد من كل مصل إنها functioning. Superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, medial rectus, and also the obliques. لأنه في association ما بين إنه المريض ما يكون عنده أصلاً يعني the cause of his or her ptosis is an oculomotor, for example, palsy. طيب كمان غير الاكستراكلوموتر شو ممكن نفحص عند مرضانا؟ يهمون التيوبلز. بيهمونا البيوبلز. دكتور انه في اللايت ريفلكس بالافرنت فايبرز اظن انه من الاوكيولوموتر كمان. اوكيولوموتر اوكي يعني بيصير كونستريكشن ودايليشن. يعني هلا مريضك اجاكي ختيار مظبوط باكيوت توزيس وكان عنده الـ pupil is reactive وكان في عندنا برضو young patient إجانا بتوزز لكن كان عنده الـ pupil dilated. مين اللي بصير real more emergency؟ أكيد داومت neurosurgery وأخذت شيء بسموه pupil sparing and pupil involving oculomotor nerve palsy. أكيد هاي الأشياء أخذتوها صح ولا لا؟ مظبوط. فإذا the pupils are very important. زي ما بتعرفوا في النهاية the parasympathetic fibers اللي بيغذوا أو بيغذوا the pupils بيمشوا مع the oculomotor nerve. لكن هم جايين relatively من different nucleus اللي هي Edinger Westphal nucleus على مستوى midbrain. فهذول they are intermingled with each other وبيكونوا the motor fibers بالcenter تاع النيرف مقارنة مع the parasympathetic fibers اللي بيكونوا على the periphery. Okay؟ فمهم جدا نتخيل إنه إذا كان في عند the pupil is involved بالتوزيس is more important than when the pupil is spared. الأوكيولوموتر نيرف بالسي زي ما بتعرفوا. فإذا كل نيرف بغذي small blood vessels بنسموهم vaso nervosum. Okay. بينما the periphery of the nerve بغذي larger meningeal branches. Okay. اللي هم جايين من المينينجيز. فإذا صار في عندنا vaso occlusive disease زي مثلا diabetes mellitus hypertension سكر عندنا السمول بلد فيسلز اللي بيغذوا النيرف. اوكي الفايبرز اللي هم الباراسمبتيك فايبرز they will still have some blood supply coming from the larger meningeal branches relatively. فالمريض بيجي بيتوزز بيجي بوكلوموتر نيرف بوسي لكن البيوبلز ار سبيرد. لكن اذا صار في عندنا كومبرسيف ليجن مثلا صار عندنا هيماتوما صار عندنا تيومر كومبرسينج الاوكلوموتر نيرف فهو راح يعمل كومبرومايز للبلد سبلاي. فعبين ما يوصل للسنترال موتور فايبرز تبعت الأوكيولوموتر نيرف بيكون already has compressed the parasympathetic fibers فبيجي المريض بـ the pupils that are inactive or the pupils relatively involved بالأوكيولوموتر نيرف بوسي. فإذا المهم جدا نعرف إنه the pupils are spared ولا unspared. إذا the pupils are spared ممكن أخذ وقت طويل أعمل الانفستيجيشن تبعتي ثاني يوم أو ثالث يوم. لكن إذا the pupils are involved this is a real emergency لأنه ممكن يكون في عندنا compressive lesion على الأوكيولوموتر نيرف. كمان غير البيوبلز إذا حكينا عن الإكسترا أوكيولار ماسلز حكينا عن البيوبلز as a dynamic science. كمان في إشي بسموه fatigability test. إيش يعني fatigability test؟ اللي هو ممكن يساعدنا في تشخيص المايستينيا غريفز. المايستينيا غريفز إذا صار في عندنا repetitive upper eyelid elevation ممكن يصير في عندنا إيش worsening the symptoms of the ptosis. فإحنا ببساطة بنطلب من المريض إنه يظل مطلع لفوق and then we watch.
ببلش الايليد تو دروب داون، بصير بعدين في عندنا كوركتيف موفمنتس، بيرتفع الايليد a little bit higher لكن بيكون lower than the primary position and with time بصير عندنا induction of ptosis، بصير كل مره ينزل شوي شوي لحد we induce a ptosis in the involved eye. كمان برضو ممكن يساعدنا بالدياجنوسيس تاع المايستين جريفز، يسموه الايس باك تيست، انه احنا وي cool the muscle and then when we cool the muscle we will improve the function relatively. فبنلاقي انه large reflex distance sometimes بتتحسن عند هذول المرضى اذا عملنا لهم compression bar اي ice pack على closed eyes. فبنقيس large reflex distance بعدين نحط لهم 5 minutes pack then we measure the large reflex distance again and we measure the improvement in this and this can help in assuming a diagnosis of having myasthenia gravis. Ptosis مهم جدا انه تو اسس الستاتيك ساينز اللي حكينا والحدد السيفيريتي قديش عندي انا سيفير التوسس ديبندنج على الدروبنج اللي بالابر ايليد، لكن الدايناميك ساينز اللي بريزنس اور ابسنس اوف ذا ليفيتر فانكشن از امبورتنت ان ديسيجن ان ماي ديسيجن فور ذا سيرجيكال كوركشن. اذا الليفيتر بابيبرس بيرس ماسل از وركينج فانكشنينج اي باي كونسيدر resection of this muscle, okay, to strengthen a little bit. Like in the kind of elevator pectoralis muscle function is absent, this patient is not going to benefit from levator resection muscle. بالعكس أنا مضطر إني أوصل التارسل بليت بالفرونتالس عن طريق special slings or special fibers بنوصلهم under the skin. Okay, هاي الأشياء مهمة بالتورسس إنك بتشوفه، لكن you need to keep it in mind. Bilateral ptosis sometimes can miss you. لو أنت بتعرف شو إن مشكلة. Okay. لكن الاسوسيشن ما بينها وبين الاكستروكل ماسلز ابنورماليتيز از اولسو ذير، ف ذس از تو كيب ات ان مايند. طيب انا عايز ستوب شيرنج هير. تقدري تكملي انت. تمام. اوكي هيك تمام صح؟ امينه توكل على. اوكي. هلا بدنا نحكي عن الانتروبيان والاكتروبيان. هلا عندنا الاوربيكولاريس اوكيولي بتتقسم للبريتارسال والاوربيتال. لما يكون في عندنا ممكن يصير فيها لاكزيتي، اللاكزيتي لما تكون جنرال هاي بتعمل اكتروبيان اللي هي بتكون اوتورد ديسبيسمنت للايليد. ولما يكون عندنا الاوربيتال لاكزيتي اكثر من البريتارسال هون الاوربيتال بارت بوشز التارسال بليت لجوا بصير عندنا انتروبيان. فهي كونديشن وير ذا لوور ايليد از فولدد انورد. ممكن كمان تصير بالابر ايليد وممكن تكون يونيلاترال او بايلاترال. هلا موست كومنلي بيكون بسبب السينايل ليد لاكزيتي، وممكن يكون في عنا repeated trachoma infection فبيصير عنا scarring of the inner eyelid، أو ممكن يكون congenital أو due to spasm أو scarring حكيناها. المهم هلا إذا لما بتكون inverted the eyelid inward بيكون عنا ال lashes irritate the cornea، فلما تعمل irritation تعمل كمان redness معها و corneal affection. فبال التريتمنت لازم نعمل، ممكن إذا كانت دراي بسبب الإريتيشن والردنس نحط لوبريكانتس وممكن سيرجري. هاي الصورة اللي هاي الانتروبيان it is inverted inward واللاشز لامس الكورنيا. كما نشوف فيها الصورة هاي مبين اللور الايليد فيها الفات اكيميليشن اللي هو الفولينج، هي عبارة this is the orbicularis oculi muscle. فهاي الorbicularis oculi عملت overriding الorbital component، عملت overriding للpretarsal component ودفشت الايليد كلياته posteriorly. فإذا احنا نتخيل إذا صار في عنا generalized lid laxity للorbicularis oculi بصير في عنا ectropion ببعد التارسل بليت عن الكورنيا وعن الocular surface. لكن هون صار في عنا differential lid laxity، صار في عنا الorbicularis oculi الorbital component هي المور لاكس، هي طلعت فوق البري تارسل كومبوننت وصار في عندنا هو الانتروبيون. This will make the eyelashes rubbing against the cornea. اذا هاي هي السيناي اوكي او الانفوليوشنال انتروبيون. لكن sometimes اذا صار في عندنا كونجكتيفال سكار انسايد ذا، يعني مثلا المريض صار عنده ستيفن جونسون ديزيز، صار عنده كيميكال بيرن، صار عنده تراكوماتيك انفكشن، this will pull the eye
lashes also mark the ocular surface. هذا بنسميه احنا cicatricial diplopia. Sometimes these scars could occur inside the conjunctiva. Okay, and these are the two major types of the entropia. Okay, هلا هاي مثلا how to manage؟ فاهم؟ بدنا lubrication for the eye. والسيرجري صراحة دكتور مش كتير فاهم المبدأ تاعها، لو انت تشرح السيرجري كل هدف انك تبعد البري اور الاوربيكلاريس الاوربيتال كومبوننت عن البري تارسل، صح؟ اه. فلذلك احنا بنعمل انسجن بيناتهم عادة، يا جست فورم اسكار ذن وي ريتراكت ذا لوور ايليد ريتراكترز بوستيريورلي اند ذن وي جيت ان ايفيرتنج سوتشرز، بنحط سوتشرز that they will prepare the eyelid upward. Simply sometimes you just cut the skin, cut the orbicularis and then just suture it. This scar sometimes is enough. بس عادة في special procedures نعمل احنا resection the lower lid eye retractors posteriorly بالإضافة ل averting lid sutures حتى نبعد ال eyelashes. لأنه this is very important. طبعا هذا إذا كنا عم نحكي عن involutional or senile type. إذا كنا عم نحكي عن cicatricial, no, the management is totally different. بالإضافة لهذه البروسيجر we need to address برضو الكونجنكتيفا inside. We might give a conjunctival flaps. We might do an amniotic membrane sometimes transplantation to replace the conjunctiva in the place of these scars there. Okay, فالمانجمنت بشكل عام هو أنك you need to evert the lower eyelid anteriorly. Okay. أكمل دكتور؟ Please. Okay. هلا الاكتروبيان حكينا لما يكون generalized laxity بصير eversion of the eyelid، يعني بتكون outward، يعني زي الصورة هون بتكون outward. تمام. هلا ال causes حكينا الانفولوشن من الgeneralized orbicularis laxity، ممكن يكون في عنا periorbital skin scarring أو facial nerve palsy. هلا من complications اللي بتصير من الاكتروبيان في ممكن epiphora اللي هي بيكون excess watering of the eye و eye irritation برضو. The treatment حسب the cause of the ectropion بس mainly surgery. هون في عنا هاي the healthy eye وهون the ectropion of the lower eyelid. هون هاي الفرق بينهم إنه entropion بتكون the eyelid in والectropion بتكون out. أكمل دكتورة أو بدك تحكي إشي عن الإكتروبيان؟ أوكي. هلا البليفرايتس بيكون في عنا inflammation that affects the eyelashes and eyelids. هلا ممكن يكون ال causes ممكن يكون bacterial أو أي other skin condition زي مثلا dandruff أو skin allergies. ممكن إكزيما أو ميبومياناتس اللي هي الميبوميان جلاند اللي بالإيليد. في عنا two types، في عنا anterior و posterior. الأنتيرير اللي هي بتاخد الأنتيرير لاميلي والبوستيرير للبوستيرير لاميلي. فالأنتيرير بيكون عنا inflammation of the lid margin skin and the lash follicles بيكون فيها squamous debris. والposterior بتكون on the inside of the eyelid next to the eyeball وبتكون بسبب الميبوميان gland فبصير عندنا problems هي oil gland أو sebaceous gland. هون بالصور هاي الانتيرير blepharitis، هون عندنا الفوليكلز تبعت الـ eyelashes والposterior هاي بصير عندنا بتسكر الـ glands فهاي الـ oily secretions تاعتها. بيعملوا التنتين، بيعملوا عنا eyelid irritation وبيعملوا عنا dry eye. هلا شو السيمتومز اللي بيجي فيها المريض؟ بيكون tiredness و sore eyes، ممكن يحس ب foreign body sensation وبيصير عنا crusting of the lid margin و tearing. هلا الساينز اللي احنا بنشوفها بنلاقي scaling باللد margin، بنلاقي inflammation of the lash follicles اللي شفناه بالصورة قبل شوي، ممكن decreased number of lashes و plugging of the meibomian gland ducts برضو اللي شفناها، وبيكون التير فيلم في abnormalities وممكن يكون foamy، وبالسيفير cases ممكن يصير blepharokeratitis أو marginal keratitis بيروح على ال surrounding skin والconjunctiva. ممكن يعمل conjunctival injection.
هلا في اسوسيشنز مع السيبوريك ديرماتايتس والايتوبيك ديرماتايتس والاكني روزيشيا بالدياجنوستس بس انسبكشن اوف ذا اي والايليدز واللاشز باي الايتد تول. هلا التريتمنت هو شوي صعب بالنسبه للمريض وبالنسبه للدكتور, بس انه ممكن يكون ميكستشر من بدنا الليد هايجين, ممكن نستعمل وارم كومبريسز, ممكن نستعمل توبيكال انتيبيوتكس خصوصا اذا كانت انتيرير او سيستميك انتيبيوتكس للبوستيرير, ممكن نستعمل توبيكال ستيرويدز ولوبريكانتس ونعمل ميكستشر من هذا التريتمنت لحد ما نوصل للديزايرد اوتكم. اوكي هون كلوز اب بيكتشر, عندنا هون السكيلز على هون اللاشز وهي السكيلز, وعندنا هون دايليتد بلود فيسلز, وهون بس يمكن مش كتير واضحه البلاجينج اوف ذا ميبوميان جلاند. هاي كمان صوره هون السكيلز والفوليكلز تبعت الاي لاشز. هلا بليفاروكاليسز it is a rare condition of stretching of the eyelid skin which may be sometimes familial. هلا ممكن يصير شو سببها, بيكون عندنا several attacks of eyelid edema, فكل ما تزيد الاتاكس فهذا الاشي بيعمل عندنا atrophy of the periorbital structures وبتصير الايليد سكن thin wrinkled. هلا ممكن كمان نلاقي في عندنا prolapse of the orbital fat secondary to the atrophy, وإذا في عندنا كمان levator aponeurosis involvement بصير عندنا ptosis. للsymptoms finely wrinkled skin, ومنلاقي severe skin thinning of the eyelid, وبيكون عندنا lax eyelid skin which may obstruct vision, pigment skin changes, وحكينا ptosis اللي levator aponeurosis والorbital fat prolapse. هلا التريتمنت في عنا ميديكال وسيرجيكال, الميديكال تريتمنت ستيل اكسبيريمنتال, والسيرجيكال للكوركشن اوف كومبليكيشنز زي حكينا انه بيكون في عنا توسز وسكن لاكزيتي, وحكينا هو بيجي ان اتاكس, ف وي شود ديلي سيرجيكال تريتمنت تيل ذا اتاكس بيكم انفريكوينت, يعني ما اعمل سيرجري وبعدين يرجع يصير اتاكس ونرجع لنفس المشكله. وهي النورمال ايليدز, وهون بيكون في عنا اللاكزيتي, وانا خلصت, يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه هيام. حدا عنده سؤال لهيام؟ طيب هلا احنا وقفنا عند الانتروبيونز, وبعدين حكيتي لنا انت عن الايكتروبيونز. فالايكتروبيونز اذا كان السبب سينايل sometimes you go for lid shortening procedures, يعني انت بتقصر الايليد مارجن. مشكلة الإكتروبيون إنه ممكن يكون سيناي, ممكن يكون نتيجة فيشل نيرف بولسي اللي إحنا نسميها لاغوثالمس, و we need to wait before we consider management. إذا كان السبب حقيقة فيشل نيرف بولسي, we might consider إيش نسموه lateral tarsography, we might just suture the upper and the lower eyelid together to preserve the tear film over the corneal surface as the longest time as possible. Sometimes إذا المشكلة كانت cicatricial, يعني كان في إن إحنا outer wall, كان في إن scar, في إن burn, we might go for special types of surgery زي zyplasty أو skin grafting to correct the ectropions. بالنسبة للبلفرايتس زي ما حكيت, يعني حكيت بشكل كثير موسع اللي هي عبارة عن inflammation, فهذا really a very big task. مشكلة البلفرايتس إذا not well managed, sometimes posterior blepharitis the lower eyelid is very near to the cornea. فهي الانفلاماتوري بروسيس مايت بي ترانسميتد للكورنيال ابيثيليوم, يصير عندنا شيء بسموه بليفاروكيراتايتس او مارجينال كيراتايتس. يعني انت الكيراتايتس اللي انفلاميشن اوف ذا كورنيا از ريزلتنج فروم ذا ليد مارجن انفيكشن اور انفلاميشن, ممكن يكون دايركت باثوجين انفيكشن او ممكن تكون سمتايمز الاكسوتوكسينز بتاعت هاي البكتيريا هي اللي عامله الانفلاميشن بالكورنيال سيرفيس. And this unfortunately is not, if not well managed, this might cause a very severe type of keratitis. So we need to address sometimes the management of blepharitis sometimes earlier إذا بلش عنا marginal keratitis. طيب كملونا عن اللمبس. معك دكتور, بس دقيقة أسوي share content. في معي هاي الدقيقة, لا مش هون, مش ما بعرف أشتغل عليه هذا المرسل محمد teams. سكرين 1 اوكي, هسه انا بدي هاي خلاص. هي عم تساعديني في الشير سكرينينج, انت تقلبي لي السلايدات بعدنك.
اوكي بس مش عارفة اذا واضح هلا او انا طفيته. لا موجود في السلايدات. موجود الله يسعدك. السلايد اللي بعده. أول شيء مساء الخير، معكم حسام شكور طالب سنة خامسة. معكم بعرف نفسي للدكتور طبعا. راح اليوم نشرح عن البناين ليد لامبس اند ماسز. عندنا الموجودين اللي راح نشرحهم الكلازيون الملسكوم كونتاجيوزم، وير جونا توك اباوت سيستس، سكويمس سيل بابيلوما، زانثليزما، كيراتو اكانثوما، نيفسز. هلا بعدين راح نحكي عن المالجننت لومبس، بس خلينا نبلش في البناين. سلايد اللي بعد بعدك. يا سامعيني؟ اه بس مش عم بمشي السلايد عم بمشي. انا دكتور بعتذر منك بس انا جد ما بعرف لهذا الابليكيشن، طول عمري على الزوم يعني. اوكي الكلازيوم. الكلازيوم هي عباره عن جرانيولوما. وين موجوده هاي الجرانيولوما؟ في التارسل بريت. احنا عارفين الجرانيولوما اتس تي اتش 1 ميدييتد انفلاماتوري بروسيس. عاده الجرانيولومز ار بينلس، ف اتس ا بينلس سويلنج اون ذا ايليدز. وات از ات مينلي كوزد باي؟ ات از كوزد باي اوبستراكشن of the meibomian gland which secretes mainly oils. Presentation is with unsightly lid swelling. يعني هي عبارة عن lid swelling that is painless. الهيستولوجي جرانيولوما، هاي تلخيصها. Does it resolve spontaneously؟ شو يعني جرانيولوما؟ جرانيولوما is a Th1 mediated inflammatory process. يعني إيش لما نعملها هيستوباثولوجي بنلاقي إيش؟ Chronic inflammatory process that is T-cell mediated. If it's a granuloma with tarsal plate, فإذا هي بعض ولا glands زي ما حكيت عنهم أيام قبل شوي. فهم tarsal glands، بعدين بصيروا يجمعوا lipids، بعدين بصير فينا inflammatory process against them. فإذا the presence of this granuloma merely without any other signs نسميها كليزيون. Okay. قديش عندنا احنا ميبومين جلانز؟ في عندنا حوالي 25 باللور ايليد و35 بالابر ايليد، فعندنا حوالي 60 ميبومين جلاند. في اول اوف ذيم دي كان جيت ذيس تايب اوف جرانيولوما. ممكن تلاقيها على الابر ايليد، على اللور ايليد، نيزلي، تمبورالي، اني وير يو كان فايند ذيس تشيليزيونز. اوكي يس سلايد بعده. سوري بس شو البروغنوز تبعها؟ اللي هي it resolves spontaneously within 6 months if not incision can be done to it. اللي بعده. طيب هلا عندنا شغله اسمها الهورديليوم. الهورديليوم it is either internal or external. What is a hordelium that is internal? It is an abscess within the meibomian gland, usually painful and require topical antibiotic treatment and incision and maybe incised. طيب الاكسترنال اللي هي الستاي، هلا راح نشوف صورهم راح نشرح عنهم، بس خلينا نحكي الثيوري تبعهم. ستاي اي لاش فوليكل ابسس. الانترنال هي ابسس ان ذا ميوبين جلاند، الاكسترنال هي عباره عن اي لاش فوليكل ابسس and needs removal of the lash and application of warm compression and topical or systemic antibiotics. هسه رح نحكي أصلاً شو هي الإكسترنال، أنتوا أكيد سامعين فيها. الإكسترنال اللي هي الستايب نسميها شحاد العين باللغة العامية يعني. وخلينا نشوف الصور تبعها بعدنا. طب هسه هاي اذا اجاك البيشنت وقال لك هاي صار لها عندي فتره وما بتوجعني يعني انا بس متضايق من شكلها، شو ممكن نحكي عنها؟ ما فيش فيها inflammation، ما فيش فيها redness. It's just a swelling. It's painless. في حد يكون معي يساعدني فيها؟ اوكي it's a collision. المهم السلايد اللي بعده. طيب انا بساعدك فيها collision. بس طب شوف بجالك، شوف بيجي في بالك differential diagnosis لها. نرجع للسلايد اللي قبل بعدين كيام. هاي دكتور ممكن مثلا I would say a lipoma. ممكن صحيح كمان and granulomatous infection inflammation زي السكن. لا زي السكن انا مورجيك اياها صوره ومش طالب منك تلمسها. فالديفرنشال دايجنوسيس از ريلي وايد. هل ليتر اون راح نجي برضه لشويه سيست ممكن تعمل هاي الاشياء سيبيشال سيست ممكن تكون صح ممكن يكون لايبوما زي ما حكينا ممكن تكون زي ما حكينا تشيليزيون
Okay, فهي كليات الأشياء we need to keep it in mind. And it's not just a collision. Okay, that's right. The highest possibility of having it as a collision. لكن لازم to keep other differential diagnoses in our minds. Yeah. استاذ بعد منك. إجاني هذا الولد أو بعرفش بالضبط قد إيش عمره هاي أو شيء. Redness, swelling, pain. شو ممكن نفكر مع بعض؟ رح نحكي هاي it's mainly an external sty اللي هي بحكوها في اللغة العامية حكينا اللي هي شحات العين. Treatment حكينا ممكن نحتاج انسجن antibiotic. This is not an external sty. This is an infected chalazion اللي هي internal horidulium. الاكسترنال هورايدوليوم هي عبارة عن فوليكولايتس. هي عبارة عن اي لاش فوليكولايتس. تلاقيها على الليد مارجن. تلاقيها هير فوليكل انفليمد ومليانة بس. لكن التشاليزون اللي شفناه قبل شوية ذات ما يت انفكتد. ماشي. ويصير في عنا اكسترنال هورايدوليوم. فبنشوف signs of inflammation. بنشوف redness. بنشوف swelling. وبنشوف شوية necrosis بالسكن. فهاي الاوريجن تاع الانفكشن جاي from the meibomian gland. اوكي بعرف اذا عندك صوره ليتر اون حتى نعلق على الستايز في شوف الصوره اللي وراها والله هي اوكي ذس از فهاي بنلاحظ مثلا ذس از اكسترنال هورايدوليوم او شحاده خارجيه زي ما سميتها او جليجلي زي ما بسموها بس بنلاحظ انها جاي على الليد مارجن قريب الى اي لاش فهي عباره عن اي لاش فوليكولايتس فهنا مثلا المانجمنت از فيري سمبل جاست ايفيليشن اوف ذا اي لاش مع تيبيكال انتي بايوتكس مقارنة مع الانترنال هورايدوليوم اللي ممكن يحتاج sometimes systematic antibiotics. Okay? Go ahead. سالبت. Molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum من عائلة البوكس فيروس. في عندنا البوكس فيروس بيعمل لك سمول بوكس كاو بوكس ومنها الملوسكوم كونتاجيوزم شو الملوسكوم كونتاجيوزم بتعمل لك بتعمل لك ليجن بابيول which is umbilicated and found on the lid margin it might be associated with a red eye and small elevation of the lymphoid tissue فنسميها follicular conjunctivitis التريتمنت is by excision نشوف صورتها اتطلع على هاي البابيول منطلع على السنتر في امبليكيشن البابيول عادة بتكون ريز بس هاي في عندك بالنص في زي ديبريشن بنسميه هذا ديبريشن امبليكيشن وهاي باثوجنوميك لا مولسكوم كونتاجيوزا انفكشن اللي بعد بعدنا cysts السيست they arise from the spacious cysts في عنا they are mainly opaque painless and may removed for cosmesis two types of cysts cysts of mole and cysts of zeese. Cysts of mole بطلعوا عنا من الـ sweat gland obstruction giving small translucent mass. Sweat glands بطلعوا لك زي watery substance فرح تطلع معك translucent عشان تحفظها. Cysts of zeese is an opaque cyst caused by accessory sebaceous gland obstruction. فرح يطلع عندي زي الـ oily material من الـ sebaceous gland فرح mainly تطلع معك opaque. نشوف الصورة اللي بعدها. هاي دكتور يعني مش كثير واضح معي أنا لما كنت بدرس بجهز بالسيمينار الصور فهذا بتقدر تساعدني فيها بعد لك؟ اللي فوق هذولا مول اكسسوري سويت جلاند اكسسوري سويت جلاند سويت ترانسبرنت زي ما حكيت اللي تحته ما عبارة عن سيست اوف زايس سيست اوف زايس اللي هم عبارة عن فوق وبيك هم عبارة عن اكسسوري سيديش جلاند اوكي عبارة عن اكسسوري سيديش وبيك حسب الكونتنت في الواتا وضعتها من البوزيشن كيف تسويت ترانسلوسن معناته سيستمول بيك سيستم زايد أو تقدر تسميه أنت أكسسوري سويت جلاند تست أو تقدر تسميه أكسسوري سويت جلاند تست أتيس تعرف شو الكونستيتونس والأوريجن بتاعك تمام ملكة الكونستيتونس صوتك بيقطع دكتور بقول المانجمنت تاعتهم عادة very simple opening mercibilization okay تمام السؤال بعده هي squamous cell papilloma they are lesions with a fibrovascular core and thickened squamous epithelium usually they are asymptomatic a treatment if needed with cautery to the base نشوف صورتها كيف اتطلع كيف هي عبارة عن هيك زي التيوبولر وفي يعني طالع عندها هيد وفي لها زي بيس ف
فزي التريتمنت تبعها بنعمل كوتري للبيس وهي عباره عن سكويمس البابيلوما. فالبابيلومز اخذتوها بالجراحه انتوا بتعرفوها بين في عندها نوعين اساسيات، في عندها بيدنكيليتد وسيسايل. في عندنا في اللي شيء له بيدنكلز مبينه وشيء بيكون سيسايل منسق عليهم. فالثنتين ذي ار فيري كومن البابيلومز بنشوفهم، فهم عباره عن فرونت لايك ليجن زيهم زي القطف، زي قطف النخيل او سعفه النخيل شكلهم. فدي ار فيري ايزي تو دايجنوز، بس بدنا كيف ان ذا تيرمز في اسوسيشن مع فايرال انفكشنز بالنسبه له. جو اهيد. زانثلزما ليبيد كونتيننج بايلاترال ليجن مي بي اسوسييتد with hypercholesterolemia may be excess. تعال نشوف الصور تبعها. لما يجيني هذا البيشنت على العيادة شو ممكن مثلا أول إشي أطلب له إياه عشان نشوف شو مبدأ هاي؟ بنعمل له ليبيد بروفايل، لأنه ممكن يكون هذا البيشنت كبير بالسن فممكن يكون عنده هايبركوليستيرليميا، بس إذا كان صغير في السن ممكن يكون عنده إشي فاميليال، فاميليال هايبركوليستيرليميا. فممكن من هاي الساين إنك يعني to save the patient إنه ما يصيرش عنده MI أو إشي زي هيك early، ونمشي على شو اسمه statins أو إشي عشان to lower this ليبيد. هلا هاي طبعا الهيستولوجي تبعها راح يكون فيها ماكروفاجز انجولفينج ذا كوليسترول. هاي اذا حدا بده اياها المعلومه اللي بعدها. هاي نفس الاشي بتطلع عليها هاي زانثلازما. حكينا بنشوف الليبيد بروفايل تبع البيشنت عشان نشوف الفاميلي الهايبركوليستيريميا وما اند سو اون. اللي بعد كيراتو اكانثوما. هاي ندقق مع بعض فيها شوي لأنها ليجن شوي شكلها مش نايس يعني. It's a fast growing lesion with central crater filled with keratin passes into a fast growing stage and then stage a treatment with oxygen. هسا نشوف الصورة تبعها إيش مشكلتها. هاي اللي بعد السلايد. هاي الفكرة أنها يعني لما أشوفها بفكرها أنها زي الألسر يعني شكلها، بس وممكن تروح بالي على malignant lesions. بس ايش الحلو في هاي يعني انه تبين لك انها benign. It is very fast growing 2 to 3 weeks حسب اللي قرأته، انه it grows very fast and then gets into a stationary phase. ف this might let you think of a favorable prognosis to this lesion and it is keratoacanthoma. النيفس from melanocyte, melanocyte hyperplasia or something might be. نرجع شوي للأكانثوما. فزي ما حكيت هون الـ history is very important. Such a lesion حتى نفكر فيها at the basal cell carcinoma it needs to grow to reach such a size. فهي زي ما شفنا احنا lesion فيها crater يعني زي فوها filled with keratin هو لونه blackish، لكن الجروث تاعها usually happens very within very short period of time. فهي rapidly growing pinkish in color، ممكن نلاقيها مش بس بالايلتس، ممكن نلاقيها في اماكن كثيره اللي هي الكيراتوكونتوما. لكن rapid growth phase هو اللي بيميزها عن الاذر malignant tumors زي ما حكى حسام. رح تحكي لنا على المانجمنت later on ولا لا؟ لا ما فيش مانجمنت دكتور. طيب شو المانجمنت لها هاي؟ ممكن انه ما عرفش اكسجين، بس لازم نعملها اكسجين. ليش يا حسام لازم نعمل اكسجين؟ لانه كثير منهم هذول ذي هاربر اسكواماس سيل كارسينوما، فذي ار ا بري مالجنت ليجنز لاسكواماس سيل كارسينوما. هم والكيميكال سوري الاكتينيك كيراتوسيس اللي تروما سكارز ان جنرال بيرن سكارز ان جنرال ذي كان هاربر سب تايب اوف ذي سكواماس الكارسينوما اللي هو سكندري اللي هو مش دي نوفو انه فلاش لحاله، بيكون في يوجوالي بري مالجنت ليجن. واحده من البري مالجنت ليجنز للسكواماس الكارسينوما هي الكيراتو اكانثوما اللي احنا بنشوفها هون. اوكي النيفس المول ممكن تكون تطلع باي مكان في السكن يعني هاي تكون انتراديرمال ابيديرمال. اتس فروم ميلانوسايتس مينلي كان بي بيجمنتد اور نوت اند نو تريتمنت از نيدد. المالجنان تيومرز عندنا المين مالجنان تيومرز اللي موجودين قدامنا البيزل سيل كارسينوما سكويمس سيل كارسينوما والمالجنان ميلانوما. بيزل سيل كارسينوما it is the most common malignant tumor في السكن. الليد بيزل سيل كارسينوما accounts for 10% of all basal cell carcinoma which is very high and it is 90% of lid malignancies يعني the most common. It is slow growing, locally invasive and non-metastatic tumor which gives it a favorable prognosis. اللي بعده
طب البرزنتيشن لما اشوفها it is mainly a painless lesion of the lid can be either nodular that the shapes of this tumor either nodular sclerosing ulcerative which we call it an a rodent ulcer it has a pale pearly margin هسه بنحكي لما نشوف الصور بنحكي كيف الشكل تبعها and high index of suspicion السلايد اللي بعد منك هي هسه بنيجي على المانجمنت بس نشوف الصوره اوكي هلا لما نشوف مثلا طلعوا معي على النودولر النودولر بنشوف في لها شغله دائما بسموها الرولد بوردرز اوف ذس ألسر يعني في لها رولد بوردر بتكون عاده بينك واكسي لما تصير ألسرته تصير اسمها رودر ألسر ايفيرتد اوت سايد اوكي مقارنه مع الاذر سايد بس لما تكون نودولر زي النودول فلذلك يعني انت اذا بتشوف اي ليجن على لو اري ليد نودول زي انت حكيت بيزل سيل كارسينوما ان 95% of the cases you are right okay لانه it's really prevalent tumor يعني هو يشكل حوالي 95% من المالجنت تيومرز اوف ذا اي ليد ان جنرال اوكي وبشكل حوالي 10% من البيزل سيل كارسينوما اوف ذا هول بودي موجوده بالاور بالاي ليد فاحنا زي ما نعرف السكن از ذا لارجست اورجان ان يور بودي still the eyelids does not form that much component من skin still 10% من هذول basal cell carcinomas they happen at the eyelids فهي بتبلش as a nodule ممكن تصير ulcerative ممكن sometimes sclerosing فقط انت بتشوف انه the skin صار tense at that area okay طيب حكينا they are non-healing كمان واحدة من الفيتشرز تبعها non-healing ulcers و سكيلينج عادة بيكون فيها وفي ممكن تكون associated with telangiectasia around it اللي قبل بعدناك السلايد المانجمنت المانجمنت تبعها اكسجين بايوبسي with a frozen section كرايوثيرابي بدنا نعملها وراديوثيرابي وبروجنوسيس حكينا it is very good unless there is deep invasion يعني عادة هو deep invasion اللي بيخلي لك بتحكي معه على بيخليك تفهم البروجنوسيس تبعه اللي بعدنا squamous cell carcinoma it is less common but more malignant it is the second most common skin cancer can metastasize to the lymph nodes as the doctor قبل شوي حكى انه كان it can be de novo arise by itself or from pre malignant lesions يعني حتى pre malignant lesions زي الاكتينيك كيراتوسيس زي الكيراتو اكانثوما زي ما حكينا وممكن تكون ان non-healing wound مثلا زي الفيستولاز ان ممكن الارسنيك اكسبوجر هاي شويه اشياء بتخليك انه there might be a premalignant lesion to the squamous cell carcinoma presentation it's either with a nodule or a scaly patch UV exposure طبعا is a very major risk factor also for basal cell carcinoma يعني sun exposure بيعمل لك actinic keratosis والactinic keratosis it's a premalignant lesion to squamous cell carcinoma and the treatment is by excision with a healthy margin هاي كثير ضرورية لأنه عشان المتاستس تبعه عالي نمشي اوكي نطلع في عندنا حكينا either it's nodular or either it's sclerosing على الشمال عندنا هو النودولر وعلى اليمين عندنا السكليروزنج طبعا الهيستولوجي تبعه اللي بجنبها ulcerative this is nodule and this is ulcerative type the squamous cell carcinoma is really a bad tumor in comparison للبيزل سيل كارسينوما يعني كنا ايام زمان نسمي البيزل سيل كارسينوما بازيلوما من كثر ما هي يعني tends to have a relatively benign course This squamous cell carcinoma, يعني, fortunately, it's really a rare tumor in comparison to basal cell carcinoma. It's an ugly-looking tumor. Once you see it once, you will never miss it again. المشكلة هون بالسكوامس الكارسينوما إنه المانجمنت تبعته شوي مختلفة عن basal cell carcinoma. Sometimes you need to have a very, very healthy margin. Otherwise, you might go for inoculation and decentration. Excentration, يعني كنت تبوت على الأوربت Even the periosteum of the orbit to take it out. You have to take the globe, the muscles, the periosteum, the nerves, if there is a deep invasion of such a tumor. Why? Because
really this is a very bad tumor once it's metastasizing in comparison with basal carcinoma. The index of suspicion should be really high because all the types of tumors, they are really ugly looking. مش زي البيزنس الكارسينوما هيك fine tube, you would see it. Even the ulcer in the basal cell carcinoma is relatively looks gentler and fine in their appearance in comparison with squamous cell carcinoma. فمهم جدا to make sure of your diagnosis. Squamous cell carcinoma is really a big tumor in comparison with basal cell carcinoma. Okay? الايلاش abnormalities في عندنا شغله اسمها trachiasis which is abnormally backward directed eyelashes. لما يكون هاي الايلاشز لورا راح تعمل لي مشاكل كثير كبيره على الكورنيا. Can be primary or secondarily to ceterization or inflammation as in trachoma. Trachomatous infection لما تضلها recurrent ممكن تعمل لي هذا الاشي. Continuous rubbing of the cornea can cause many complications as corneal opacity. Can lead to blindness. Treatment, epilation of the abnormal lashes, manually or laser or electrolysis or surgery. هاي عنا management options. اللي بعدها هاي تطلع كيف هون على الثلاث صور اللي جنب بعض هذول. النورمال اي كيف بتكون زي ما حكت هيام انه outward and upward, بس التراكياسز طلع اخر صوره بتكون الاي لاشز باكورد وتضلها تعمل لي اريتيشن للكورنيا وتضلها تعمل لي يعني بالنهايه التراكياسز برزنتيشن. ثينك انه هيك خلصنا ولا في شيء؟ اي ثينك في شيء. انا خلصت. ثانك يو. بنرجع على الصوره قدام ما تخلص مرة ثانية. فالتراكيزيز ترايكو يعني شعرة, فالتراكيزيز معناته abnormally directed normally positioned eyelash. يعني هي جاي الايلاش من الانتيرور لاملة لكنها posteriorly directed, وهي ممكن تعمل against the corneal epithelium rubbing, تعمل عندنا ulceration, تعمل infections. اللي بالنص كاتب لنا اسمها dystichiasis. dystichiasis هلا حكينا المبوم من جلان زيات من ectodermal origin, فدي كان دي they can happen a metaplastic changes, metaplasia يصير فيها into to produce a hair follicle, وهذا ال hair follicle يعني بيصير فيها a second line of eyelashes على ال posterior lamella. إذا ال eyelashes موجودين normally على anterior lamella, بيصير عندنا second row of eyelashes موجودين على ال posterior lamella, وال posterior lamella قريبة جدا للكورنيا, فit might rub against the cornea ونخش في مشاكل foreign body sensation, infections of the cornea. فإذا trichiasis أو trichiasis هي normally positioned, abnormally directed. Dystichiasis abnormally positioned, abnormally positioned, second row of eyelashes. Okay. في حد عنده سؤال لحد هلا؟ كل شيء واضح بالنسبة لكم؟ طيب ما أحد عنده سؤال؟ أكيد أحمد بصفتك مدير الجروب. في أحد عنده سؤال؟ دموع كويس. لا ما طيب. في أسئلة بالشات ولا في ناس بسألك سؤال. طيب كويس. إحنا لأنه كان المفروض نحكي عن التوسيس أسسمنت بالكلينيكال سيشن, فأنا حبيت نحكي خلال السيمينار نفسه. فإذا في ما في أي حدا سؤال you can go for your study. الله يعطيك العافية دكتور. يلا يعطيك العافية جميعا. ياك الله دكتور.